خلينا ناخد من كلامك، انت اتكلمت ان انت اول سنتين ما كنتش موفق والنادي ما كانش موفق، انت ما كنتش موفق، الاصابات في اوقات مهمه جدا وحاسمه مع منتخب مصر بترجع باصابات للنادي الاهلي، ولكن كنت بتبقى حريص دايما على التواجد في اي وقت. ولنا طبعا وقعت الاتحاد الشهيره في نهائي لما رحت انت وطبعا كابتن عمرو يوم المباراه الصبح وقدرت تشترك. طب سؤال بوضوح وبصراحه ومن القلب، احنا في رمضان ها لو ما كانش النادي الاهلي حقق بطولات الموسم ده، كان برضو نفس الرغبه عند ايهاب امين ان هو يوقع مع النادي الاهلي، ولا كان هيقول انا ادخل تحدي جديد؟ لا لا، كانت هتكون نفس الاجابه. ويمكن احنا من اول ما بدانا السيزون ده والهدف بتاع الكوتش اجوستي وكابتن احمد وكابتن رامي وكل اللعيبه ان احنا نكسب الدوري، فهو ده بالنسبه لنا يعني الهدف في السنه دي ان شاء الله. فهو يعني التجديد انا بجدد من قبل حتى الدوري، فده صحيح بالظبط. فده يمكن ثقه في المدربين وفي اللعيبه وفي نفسي في النادي في كل حاجه، فان شاء الله يعني يبقى خير. طب قول يعني، لا لحظه النقطه دي ما ينفعش نعديها، الراجل داخل علينا دخلت اهلاوي جامد، في بيدجات انديه ومنافسه بتقول ان انت بتشجع نادي تاني غير النادي الاهلي، فانا قلت لازم اسالك وعلى الهوا احنا في رمضان، انت ينفع تشجع نادي تاني غير الاهلي؟ لا طبعا. ويمكن حصل ان ناس كتيره يعني بعتت لي فيديو من وانا يعني صغير كنت مع كابتن خالد الغندور، طبعا زملكاوي كبير جدا. وانا اصلا بابايا يعني ملهوش قوي في الرياضه عامه، بابايا دكتور وانا كنت صغير جدا في الفتره دي. فهو ده اللي حصل يعني، بس انا طبعا يعني اهلاوي. يعني انت مش زملكاوي؟ لا يعني دي كلها اشاعات، احنا في رمضان. لا يعني اعتراف واضح وصريح من الراجل ايهاب امين، يعني الراجل جاله اغراءات وعقود، وحتى لو كان فقد البطولات كان ايضا هيوقع مع النادي الاهلي لانه اهلاوي كبير. وبعدين يا كابتن ده بدا مع النادي الاهلي الساعه 4 الفجر، موقع عقد مع النادي الاهلي الساعه 4 الفجر، صح ولا انا غلطان؟ بالظبط. يمكن احمد الجرحي، كابتن احمد الجرحي جالي لغايه اسكندريه طبعا، ودي الحاجات الصغيره قوي اللي بتفرق يعني مع اللعيب، بالذات لما كنت لسه راجع من امريكا، الحاجات دي بتفرق قوي مع اللعيب معنويا كمان، ان هو يحس ان النادي شاريه. بالظبط. وان حد كبير زي كابتن احمد الجرحي يعمل كده، يعني دي حاجه طبعا. طب يعني برضو انا عايز ارجع لفتره امريكا، يعني انت كنت في احد الجامعات وانت ما رحتش على الجامعه الكبيره اللي انت ختمت فيها، انت رحت على جامعه صغيره، وادائك ومستواك هو اللي اهلك ان تروح لاحد افضل 8 جامعات في دوري الان سي دبليو اي، يعني اكيد سقرتك التجربه دي، وانت دلوقتي يعني بتطلع او التجارب او الخبرات اللي انت اكتسبتها في الجامعات باينة في الدوري، الفتره دي كانت مهمه في حياتك يا طبعا. يمكن دي اهم فتره في حياتي، هي اصلا الفتره اللي هي من 17 21 او 22، هي دي اللي بتفرق من لعيب هيروح فين في الكارير بتاعه. وانا كنت مركز قوي في الفتره دي، يمكن جالي عملت عمليتين في الخمس سنين اللي انا هناك رجعوني شويه، بس لما يبقى عندك هدف وبص لقدام يعني دي الحاجات اللي بترجعك من الاصابه. فيمكن طبعا الفتره دي من اصعب الفترات بس من احسن الفترات في حياتي، واعتقد ان هي يعني نقلتني في حته صحيح. يعني غير اللي انا كنت رايح لها قبل ما اروح.